الراديو 90-90 هواها مصر. معنا دلوقتي على الراديو 90-90 مساء الفل معاكم مينا عطا ورانا سماح على مده ساعتين من دلوقتي لحد الساعه 8 في سنه ثانيه غنى هنغني وهنلعب ومصادفين ضيف جميل جدا. ضيفنا هو مين يا رنا؟ ضيفنا النهارده نجم اكس فاكتور ونجم فريق ذا فايف خصوصا يعني احمد حسن. احمد حسن ابراهيم يا جماعه ابراهيم صح؟ احمد حسن ابراهيم اه احمد حسن ابراهيم صح؟ اه انت حافظ اسم الثلاثي ما شاء الله عليك. واحد صاحبي اسمه احمد حسن ابراهيم. اوكي النجم يا جماعه تالق في اكس فاكتور وانضم لفريق ذا فايف جدا وابعتوا لنا بقى كلكم كل الاسئله اللي عندكم. كل محبين احمد حسن يبعتوا حاجاتهم اول باول عشان نعرف نسال الراجل نقول له ايه ونلعب معاه ازاي وكل حاجه. وكمان في عندنا العاب وفقرات كتير جدا معانا ليكم النهارده. اول فقره سمعتها فين؟ بس مش هنلعبها دلوقتي. بس مش هتكلمونا على تليفوناتنا 18-10-8-66 وتبعتوا لنا. خلاص انا هروح بقى مش هينفع كده يا جماعه. روقي يلا هيكلمونا في قمر 2-18-10-8-66 والاس ام اس على 1-99-9 والفيسبوك الراديو 90-90 ايه تاني؟ تويتر الهاشتاج بتاعنا سنه ثانيه غنى على الراديو 90-90 اندرسكور بين كل كلمه وكلمه وعلى الراديو كلمه واحده. وكمان تقدروا تشوفونا وتسمعونا من الابلكيشن بتاعنا راديو 90-90 هتحملوه من على اي اب ستور او الويب سايت بتاعنا 90-90.fm. اتمنى تكونوا حفظتوا بقى الكلام ده يا جماعه. مش كل حلقه نقول لكم بقى مش كل حلقه نقول لكم مقدمه جميله وحلقه جميله. هنروح ايه؟ هنروح لفاصل ونرجع تاني نلعب معاكم. سمعتها فين؟ ما تنسوش تكلمونا 2-18-10-8-66 سنه ثانيه غنى مع مينا ورنا. ولسه مكملين معاكم سنه ثانيه غنى. واول فقراتنا دلوقتي سمعتها فين؟ هنقول لك كلمه وانت هتكمل بالكلمه دي اغنيه. معانا اول تليفون واول متسابقه معانا النهارده هي شذا. الو شذا. الو ازيك يا شذا؟ ايه الاسم الجميل ده شذا؟ ازيك يا رنا؟ الحمد لله. ثانك يو شذا. بقول لك ايه؟ جاهزه تلعبي معانا؟ لا استنى قبل ما العب. ماشي اتفضلي. هو مستني انا بس عشان الطلب ده. ايه الطلب؟ مين عايزين بقى تسجل واخداك الجلاله؟ لازم عينيا لازم نسجل واخداك الجلاله. هيحصل ان شاء الله. كل الاغاني اللي انتوا بتحبوها هعملها لكم. اما نشوف من مين كان عيب. طيب هتاخدها جاهزه هتغني؟ اه تمام يلا. اول كلمة سهله سهله عشان على عارف؟ ايوه علينا 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 ايوه يا الحب يا سيدي كنت جاي تغني روح اسال قبل مين ما تروحش تبيع الميه فحرت السقايين كل مرة اشوفك فيه. شاطرة برافو عليك يا شذا نورتينا جدا يا شذا وشطورة جدا. وهسجل لك واخداك الجلالة قريب. حاضر لازم. ندى. ايوه يا ندى. ايوه عاملة ايه ندى؟ الحمد لله كويسة ندى؟ الحمد لله. ايه يا رنا مالك؟ اوكي انا اسفة. ندى بنجود يا ندى في ايه؟ مبسوطين نجود مبسوطين شوية مبسوطين بلاش نبسط. لا انتوا سعانين. اه جدا بس انت فهمتينا. انا جبت كده من الاخر. وانت مش سعانة ولا ايه؟ والله هموت مش قادره. طب ندى بصي نلعب عشان نسخن بقى. عشان ايه نسخن؟ اه اوكي يلا 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 يا
يلا يلا بينا يلا 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 بس كده. طب ياه يا حبيبي ام كلثوم بقى وكده. ليه ايه يا حبيبي دي؟ الف ليله وليله. ما تسيبيها تقولها. غني ماما غني يا حبيبتي. لا بلاش عشان ايه كده اللي بعده. استني دي جاهزه. بس هتغني اخر واحده دي بقى. ليه؟ طب ليه بي؟ لا دي مش كده. شفتي بقى خطفتك. لا والله ثانية. خطفتك اعترفي. اه فعلا. ليه؟ يلا ليه؟ هتخسري هتخسري. فكريني. افتكري انت. ركزي كده ركزي. عصري دماغك. ليه؟ باي باي ندوش. مش كده يا ندى. ومعانا بالنسبه ثانيه قبل معانا بس بالنسبه فاكره المسابقه بتاعه الفانز. احنا لسه بنفكر انا ورانا نعمل ايه في قصه المسابقه دي عشان خاطر نستضيف فانز معانا يعني في الحلقه يشوفونا ويتفرجوا معانا ونغني مع بعض وكل حاجه. ده حقيقي. هنفكر انا ورانا هنقول لكم قريب جدا. احنا مش ناسيين. هنعلن قريب جدا عن المسابقه وهنقول لكم هتبقى ايه المسابقه. لحسن تكونوا فاكرين ان احنا ناسيين. ابدا احنا ما بننساش. تينا. ايوه مينا. ازيك يا تينا؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ ازيك يا تينا؟ الحمد لله. احنا متجمدين في الجو ده كلنا. الجو جميل ومنعش. سكيمو سكيمو جدا. ده انت جميل ومنعش. الله يخليك. سيبي نفسك للجو. سيبي نفسك. زعابيط كتير الفتره اللي جايه. نركز في الزعابيط يا جماعه. مركزين يا رنا والله ما بطلعش غير كده. اهم حاجه حد بعت لك معايا رساله. اتفضلي. في واحدة يعني على الفيسبوك كاتبة أغاني وكده وعايزة تديها لك بس أنت ما بتردش سيادتك يعني. معاك. طب نعمل إيه؟ طب ما هي كاتبة أغاني وعايزة تديها لك. فأنت هتقولي الأغاني دلوقتي على الهوا يعني؟ لا لا لا. أمال إيه؟ طب هاتيلها. طيب طيب. لا هي بعتلي في خلاص ابعتيها لي على الفيسبوك. خليها بس معلش أنا بس عندي مشكلة إن الفيسبوك مسجات كتير شوية. فابعتي لي. أنا بقالي أسبوع بكلمك على الفيسبوك ما بتردش. رديت عليكي؟ طب شفتي؟ معلش يا تينا هو بيبقى ضغط مسجات واكيد يعني ابعتي لي بس على الفيسبوك وانا هحاول ارد. والله العظيم غصب عني يا جماعه انا مش يعني انا حاضر. انا لو عليا عايز ارد عليك كلكم بس ابعتي لي. طيب حاضر يوصل النهارده. جاهزه يا تينا؟ ماشي جاهزه يا رنا. يلا بينا يلا بينا. من اغير. طيب مش عارف. لا اغير ايه؟ من منك لله. لا لا منك ايه؟ انا ما قلتش منك خالص. من ماما. من معرفش. طيب من كام سنه وانا اهو شفت حاجات جميله جدا سهله خالص. ميرسي جدا يا تينا لتليفونك. ومعانا اسلام. يا اسلام. اسلام ازيك يا اسلام؟ الو. هلا والله يا اسلام. عامله ايه يا رنا؟ الحمد لله زي الفل. احسن جدا. وانت كمان يا اسلام. يلا نلعب. لا احنا مش فاضيين دلوقتي والله معلش بقى. طب تاني. تاني؟ طب لا حاجة تاني. حاجة تاني. طب ده تاني دي سهلة قوي. قولي له كده الأغنية. طب تاني تاني تاني. أهو هي أي حاجة فيها تاني. مش عارف من حقك ما تعرفش. طب بلاش تاني خلينا في أول. إيه؟ أول. شكرا جدا يا اسلام. اسلام شكرا جدا. واضح ان الكلمه ضايقتك يا الانتحان. اسلام الكلمه ضايقتك بتضايقك اول. طب اول اول اول. طب ايه تيجي نقرا شويه حاجات من اللي جات لنا النهارده على مش فاضي. انت مش فاضي. طب اقري. مش طب خلاص نروح نشوف دعاء. لا اقري بقى خلاص ما احنا مش يلا اقري يعني شويه حاجات بس. اوكي هنروح على الفيسبوك لقى الفان بيج بتاعتنا اللي هي الراديو 90 90 يا جماعه. ابعتوا لنا. احنا ترند رقم 1 في مصر. حبيت اقول بس ان وحوش تويتر رنو مينويين. ايوه يا جماعه انتوا جامدين قوي. وحوش تويتر نمبر 1. وحوش كل السوشيال ميديا. والله نمبر 1 على تويتر. في سلمى اي اس بتقول مساء النور عليك يا روني. سلمي لي على من واحلى مسا على روري وموني. بحبكم قد الفيل واحلى تحيه للبلاد المصريه. باي باي بقى يا موزين. باي باي بقى يا موزين. يا موزين. في طاهره نشت انا بحبك جدا واصحابي كلهم بيموتوا فيكي. شغالين لنا مش ضعيفه. حاضر. وماما بتقول مساء الخير مونمون. انا وسيله من الجزائر. نحبك بزاف وسلم لي على احمد وربنا يوفقكم. ابرار الخليد مبسوطه تقول يا اختي مش ما فهمتهاش. يا ربنا يديم فرحتك يا ابرار. هيا شكل الحلقه حماس. في ناس كتير بعتها جدا لاحمد. اول ما يدخل احمد هقرا لكم كل المسجات اللي انتوا بعتينها. ده حقيقي. متقلقوش. بسمه بتقول الاول والله انتوا ناس جامده. انتوا اللي ناس جامده يا جماعه وحوش تويتر. معانا دعاء. يا دعاء. يا مسا مسا. هلا 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 بيك. كل كلمه مرتقيها مرتين. توكيد لفظي خدتها انا في ابتدائي. دي توكيد لفظي. لفظي ده ولا معنوي؟ لا ده لفظي. امال ايه التوكيد المعنوي ده؟ المعنوي ده كان على حسب الجمله. الكلمه في الجمله تبقى بتبقى الجمله جمله توكيديه.
انا كنت شاطره قوي. انا هنخش بالنحو يا رنا. معلش خلاص انا اسف. اوكي لحظه دي معلش النهارده مستقصدني ومضطهدني وانا هعيطها. دعاء ازيكم؟ صلح الموقف بسرعه. لا لا زي ايش ايه صلح الموقف بسرعه دلوقتي. وانا مالي. طيب طب قولي لي بقى قولي لي التوكيد المعنوي بقى ايه هو؟ اتفضلي اهو اختبار نحو جبتي النفس. التوكيد المعنوي اللي هو يا مينا انا اكرر الكلمه مرتين. لا يا حبيبتي ده التوكيد اللفظي يا دعاء. اه ها قولي لي بقى ايه هو التوكيد المعنوي؟ اللغه العربيه عندكم ايه في السعوديه يا دعاء؟ مرتين. طب خلاص هعديها لك المره دي. طب يلا جاهزه تلعبي معانا؟ يلا يلا بينا. هي ماشي وهي عامله ايه دلوقتي؟ سلام يا سلام. ايوه ونهون عليها بس هي لقيتها كده طايره معديه وهي معديه كده. طيب برافو دعاء المره دي مش هتعرفي تجاوبي. اديها حبيبي. حبيبي مش هتعرفي تجاوبها. صعبه حبيبي برضه. سلام عليكي. احسنت يا دعاء ومرسي جدا لتليفونك. عايزه ابعت تحيه لاحمد حسن راؤول شاعرنا الجميل اللي بيسمعنا دلوقتي. احسنت لاحمد حسن راؤول يا راؤول. وانا عايز ابعت تحيه لصديقي الصدوق كريم صبور رجال الشرطه يا جماعه اللي واقفه في البرد بتحمينا. احلى تحيه لرجال الشرطه. ومعانا معانا دلوقتي هنروح نسمع اغنيه جميله جدا حلوه قوي. خالص خالص انا بحبها. خالص ازاي؟ خالص 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 حسن حبيب شفت بعينيا. اوعى تروح في اي حته وخليك سنة تانية غنى مع مينا ورنا. انتوا لسه تسمعوا سنة تانية غنى مع مينا ورنا على الراديو 90 هواها مصر جدا يا جماعه. هواها مصر جدا. ودلوقتي معاد فقرتنا التانية وهي فقره اغنيه عامله دوشه. بنقول لكم على اغنيه عامله دوشه فتره معينه وبنحكي لكم تفاصيل الاغنيه دي. بس اول عامله دوشه في فترتها يعني وستيل بنسمعها الحلقه. انا النهارده ما ينفعش تيجي الاغنيه دي ما اسمعهاش. ده حقيقي. طيب هنتكلم عن انهي اغنيه الاول؟ بما ان الديفا كانت منورانا النهارده وما ينفعش ما نتكلمش عن الديفا النهارده. اغنيه يوم ورا يوم للشاب مامي والديفا سمير سعيد. اغنيه يوم ورا يوم من اكتر الاغاني اللي كسرت الدنيا وعملت دوشه سنه 2002 اللي نزلتها الفنانه سميره سعيد في البوم يوم ورا يوم مع شركه عالم الفن. وصورتها كليب مع الشاب مامي اللي كان بيشاركها الغنى في الاغنيه دي. الاغنيه كلمات خالد تاج الدين والحان عمرو مصطفى وتوزيع طارق مدكور. تعالوا نسمع يوم ورا يوم ونرجع تاني نكمل بقيه الفقره. قبل ما ندخل نتكلم في الاغنيه تانية عايزه اقول على حاجه. تعالي بس صعب صعب دلوقتي عشان مش فاضي. عايزه بس حاجه افتكرتها واحنا في الفاصل ان مفيش حد في الفتره دي ما شغلش مروحه وسشوار ووقف يعمل فيها سميره سعيد يغني يوم ورا يوم. انا واحده من الناس كنت بعمل كده. وبرضه في حاجه تانية. ايه بقى؟ هبقى نجيب الاغنيه دي في مره. اغنيه منايا. منايا اه وهنتكلم عنها. قميص احمر كده او نبيتي. والكليب المقلوب وال بسيبك من المقلوب كان صعب شويه علينا عشان كنت صغير. كان في قميص نبيتي قعدت ادور عليه ما لقيتوش خالص. فبدات اجيب اقرب حاجه القميص وافتح الحاجات وامشي مبهدل كان شكلها وحش قوي. كنت متضايق من نفسي ساعتها. طيب تاني اغنيه معانا ايه النهارده يا مينا؟ تاني اغنيه معانا النهارده تصور للنجمه اصاله واللي نزلت في البوم قد الحروف. وبرغم ان الالبوم كله نجح ما شاء الله يعني ووقت ما نزل في 2003 الا ان الاغنيه دي تحديدا كانت انجح اغنيه في الالبوم. وصورتها اصاله كليب كان عباره عن سباق عربيات. فاكره؟ اه فاكره طبعا. والموديل كان الفنان احمد هارون. الاغنيه كانت مين بقى؟ الشاعر رضا امين والحان الجميل صلاح شرنوبي وتوزيع محمد مصطفى. نسمع تصور للنجمه اصاله. طيب قبل ما نروح نسمع التصور خلينا نروح نقرا شويه من الحاجات اللي جات لنا النهارده. في حاجات كتير قوي لاحمد وفي حاجات كتير مسجات وفيسبوك. انا هروح شويه تويتر. طيب ممكن نقرا اس ام اس عشان الناس تبقى يعني ما تضايقش. في رقم اخره 559 مينا بليز كلمني انا مش عارف اوصل لكم حالا هنكلمك. انا منى وليد من اسماعيليه بنحبك قوي وليك فانز كتير قوي من اسماعيليه ويا ريت انت وذا فايف تيب. اه ده لاحمد. اه ده لاحمد. طب احمد داخل كمان شويه. اه احمد انت ليك مسجات كتير يا احمد لما تدخل. في مين بعت لنا؟ مساء الفل عليكم يا شباب. حد عايز اعمل انا عايز اعمل مداخله. انا خليل جمال. خليل جمال مين؟ بتاعنا؟ اكيد مش انت. منوره. ناس كتير بعت لنا بيقولوا ان هم عملوا حكايه المروحه دي. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه تاني؟ مايوي بتقول الالبوم كله كان تحفه دلوقتي لازم اسمعه كامل ما بعرفش اسمع اغنيه او اغنيه لا. الالبوم بتاع يوم ورا يوم. ده حقيقي. مين تاني بعت لنا؟ سهر عاطف بعت لنا. قولي اسامي ناس كتير قوي من ذا فايف بعت لنا. هند بعت لنا. زهراء الفايفرز. زهراء الفايفرز سميها نفسها زهراء ازراء. اه خلاص بقى اسمها كده رسمي. سميره عدلي ومروه متولي ولولا جمال واميره فارس واسيل وشيماء عادل و
اماني البرنوش وشاهي وسوما سمسم ودميانة وتشاتشا. في هند بتقولك ده احنا جالنا التهاب رئوي بسبب موضوع مروحة ده. اه ده طيب ما تيجي نروح نسمع اصالة تصور ونرجع تاني على الفقرة اللي بعد كده. يلا بينا. الحمد لله الحمد لله رجعنا. احنا رجعنا بسلامة الحمد لله. كان مشوار طويل قوي الاعلانات ما شاء الله والحاجات. رجلي وجعتني من كتر الجري مش معقول. اوكي اوكي الفقرة التالتة معانا دلوقتي بدون قلش. غني معانا وكمل انت. غني معانا وكمل انت. هنقول لكم نص مش نص ربع. هنغني لكم حتة من اغنية وانتم تكملوا يعني معانا. حتة صغيرة كده من اغنية وانتم تكملوا معانا. مين بقى؟ منا. يا منا. ايوه عامله ايه يا منا؟ ازيك يا منا؟ زي الفل يا رب دايما يا منا. البرد والساعة والكلام ايه؟ انت مش متخيل انا صوابع رجلي وقفت يا عيني. دي من زمان الموضوع بقى لي بتاع يومين ثلاثه انا كده ده اتكسرت. انت مش حاسس بيهم؟ احنا عدينا المرحله دي من زمان. ايوه انتوا اتجمدتوا طبعا عندكم. احنا تمام لحد دلوقتي احنا تمام. بتكسر الحاجه ليه يا مين؟ والله ما خلاص بقى مش على الهوا بقى. والله انا جاي بريح لقيته راح نازل بيا. بس صلحته صلحته صلحته. لا 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 صلحه خلاص. ربنا يخليك. هنلعب بقى. الالتراس كلهم بيسلموا عليك. سلمي عليهم كلهم كل الالتراس وكل المنويين وكل الرنشيين وكل حاجه. جاهزه؟ في عشق البنات انا كنت نابليون ترمبيلي وجه لا مش حافظه عجلات وبندريون. طب بلاش دي صعبه عليك اصلا الكلام صعب. انا كسبت شكلي كده ولا ايه؟ مين كسب مين كسب؟ لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحنيت مالك يا عم في ايه؟ يبقى افتكرني واحكي. اوكي شكرا جدا يا انا كسبت يا جماعه. مين كسب يا جماعه؟ مين كسب يا جماعه؟ مين كسب يا جماعه؟ انا قلت مين وربنا قلت مين يا رنا؟ وربنا قلت رنا انا بصحتي على قدي خلي بالك يا ميكا. الو يا ميكا الحقيني يا ميكا تعالي ابقي يوسف ابقي يوسف الحمد لله كله زي الفل. بتقول لي بعد نص ساعه بغني فيها تقول لي منا كسب. منا كسب ده نظر ايه نظر يا جماعه؟ اوكي اوكي ميكا هتتغلبي هتتغلبي. لا لا طبعا خش عليها. يعني انت جاهزه؟ انا في الكلام ده طبعا احنا جامدين قوي. طيب يلا. في عشق البنات انا فكت نابليون اوتومبيلي مش عارفه ايه. اوتومبيلي مش عارفه ايه. اوتومبيلي دي هناك مش هنا. ده ترومبيلي هنا. ترومبيلي ايه انا ايه ربع امبولي. خلاص نغير الاغنيه نقول ايه؟ دي حاجه سهله حرام. مش الدنيا حلوه واحلى احلى سنين بنعيشها واحنا ناس عايشين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعد. طب يلا سيدي وصالك زاد عليا حال حبيبي. ايه حبيبي ولا حبيبي ولا حبيبي ولا ايه حريمي ولا رجالي قالت ميكا. ميرسي جدا يا ميكا. نورتينا ميكا. انا بقى تويتر. يلا بينا. عايز تلعب ميكا؟ طب يلا كداب محمد فؤاد نرجع تاني مع نجمنا اللي هينورنا احمد حسن نجم اكس فاكتور. يا جماعه انتم لسه بتسمعوا سنه تانية غنى مع مينا ورنا ومنورنا ضيفنا الجميل احمد حسن نجم اكس فاكتور. احمد يا احمد. ايوه احمد منور يا احمد. انت فين يا احمد؟ انا بظبط المايك. تمام تمام. كله تمام. الدنيا شباب. الدنيا شباب. منورنا احمد. بنورك والله. منور الدنيا. واحنا وصلين انت معانا النهارده مقدما. ميرسي ربنا يخليك. انا جاي من بدري جدا على فكره. بقولك ايه احنا نتكلم زي ما كنا بنتكلم بره الباب عادي جدا. يلا بينا يا باشا. سيب نفسك. يلا بينا. احنا مش صحاب ولا ايه؟ والله انت كرهتنا. لا حبينا شويه. جيت بره شويه يا احمد. جيت بره لقيت سالي وفادي. بقول انا مع مين النهارده اصلا؟ ما عشان احمد حسن يا جماعه اصحابه كلهم في يعني الراديو كله اصحابه ما شاء الله. الحمد لله. احمد انت منورنا جدا. هنعرف احنا بنلعب. يلا بينا. يعني احنا بنلعب مع بعض زي ما كنا قاعدين بنتكلم بره هنتكلم هنا. يلا هنلعب. هنلعب معاك لعبه. نعرف ايه جديدك؟ ايوه تمام. ناوي تعمل ايه؟ والحصريات والكواليس إيه؟ وهتغني لنا حاجات الفانز طالبينها منك. أوكي. بالاكراه. ناس كتير بعتها لك مسجات. ناس كتير بعتها لك كومنتات على الفيسبوك وعلى تويتر وكل حاجه هنقراها لك. بس خلينا نبدا حلقتنا باول لعبه معانا النهارده وهي خلطه بيته. خلطه بيته هي عباره عن كم سؤال؟ اسئله كتير جدا مالهاش اي علاقه ببعضها. وهتجاوب في 3 ثواني. السؤال في 3 ثواني في اللي بعده على طول. اوكي مركز؟ يلا حاضر. المفروض. ماشي يا احمد. يلا اول سؤال. ايه هو اخر موقف محرج اتعرضت له؟
كنت بلعب كرة زمان وانا في ثانوية عامة والبنطلون بتاعي اتقطع. اصلا طيب يعني انت من ساعة ثانوية عامة ما حضرتش اي موقف؟ لا يعني بعد كده المفروض ما يحصلش موقف تاني بقى خلاص. ده اللي جه في دماغي دلوقتي. حلو. طب لونك المفضل ايه من الوان الطيف؟ ازرق. ازرق. اكتر اكلة بتحبها؟ الكشري. اول حب في حياتك؟ اسم اول حب في حياتك؟ تانية. مين اللي امامك؟ ايه؟ تانية. واو. مش مصرية. ده انت يعني في انحراف مبكر. اه والله. ان شاء الله. يعني اول حب في حياتك تانية. تانية. لا هي اسمها تانية. تاتيانا. اه تاتيانا ماشي. قولي تاتيانا. تاتيانا. طيب ازيك يا تاتيانا؟ ابعت لها تحية بقى على الهوا. ما بلاش. مش هتفهم اصلا. ايش. مين اللي امام قناة السويس يا معلم؟ اللي امام قناة السويس جمال عبد الناصر. لا انت غشيت. لا الورق بعيد على فكرة. اسم اخر البوم للمطربة انغام؟ لا مش عارف. اخر البوم ده اوه درس نازل. مش سامع والله. مش بسمع. ليه بقى ما بتسمعش يا معلم؟ اصلا انا كائن ليلي ما بسمعش راديو كتير او ما بسمعش عموما اغاني كتير والله. يعني بحب اسمع الاغاني اللي انا بحبها. اوكي. فالحاجات الجديده دي بسمعها مثلا بعديها بسنه متاخر شويه. احلام بريء اسمه. احلام بريء. حكمه ما بتؤمنش بيها. احمد حسن لا يؤمن بالحكمه دي. اللي هو الحب من اول نظره. فيش الكلام ده؟ فيش الكلام ده. برنامج قدمت فيه قبل كده وما اتقبلتش. يلا هو كتير. عدي بقى عد. استرك يا زلمه. اوكي بس كده؟ لا انت قلت لي برنامج واحد. ماشي اوكي. مطربك المفضل؟ صابر الرباعي. فنانه راحله بتحبها؟ ذكرى. اول حرف من اسم حد ما بتحبوش؟ مفيش حد ما بيحبوش. يا حلو. اغنيه كان نفسك تكون. هو انا اقول كل الاسئله ولا اوكي إيه؟ اغنيه كان نفسك تكون بتاعتك. عز الحبايب. مثل بتؤمن بيه؟ قابل المعامله اللي هي السيئه بالحزن. حلو ده. سلام عليك. طيب يا حمد برج ايه؟ جوزاء. اكتر فيلم بتحبه؟ اكتر فيلم عسل اسود. عسل. اخر كتاب قريته؟ تمانية حوارتي توبي. مبسوط في ذا فايف؟ الحمد لله. هل هيجي وقت تنفصل عن الفريق وتكمل لوحدك؟ حاليا دلوقتي لا. بعد كده الله اعلم. بتفضل تصوير اندور ولا اوت دور؟ اوت دور. اكتر صفه بتكرهها؟ الكذب. اكل حاولت تعملها وفشلت تماما؟ الكيكه. ايه اللي حصل؟ لسه واكل كيكه انا امبارح بقى. لا كنت بفكر اعمل كيكه من يومين كده و هي المفروض ان هي كانت تبقى كيكه طلعت عامله زي البسكويت. اصلا؟ والله. اي علاقه بالموضوع خالص. ما تدخلش المطبخ يعني. لا انا طباخ جامد جدا خلي بالك. بس الاكل مش حلويات. انا مومو صاحبي امبارح اكلني كيكه على اسمها كيكه برضه ما كانتش كيكه خالص. كان حاجه مش ماسكه في نفسها كده سايبه كده. وقال لي بقى دي ايه بحاجات كتير في بعضها بسكويت على مش عارف. قلت له انت كذاب. انت كذاب يا مومو. انت من الاخر كذاب يا مومو. زيتونه كده. طب لو هتعمل دويتو نفسك تغنيه مع مين؟ يعني راجل ولا ست؟ اقول راجل واقول ست. راجل. صابر الرباعي. ست اصاله. من وجهه نظرك مين هو اهم مطرب من مطربي اكتشاف برامج اكتشاف المواهب؟ محمد عطيه. اخر البوم سمعته وعجبك؟ اخر البوم سمعته وعجبك عايز اعيش. سميرة سعيد. سميرة سعيد. طب ما انت بتسمع. قفشتك. اصلي يعني ده اكبار. انت اكبار. مزيكه ما شاء الله الالبوم كان اكبار ان هو الكل يسمعه. هوايه مش عندك وكان كان نفسك تكون عندك الهوايه دي؟ هوايه مش عندي وكان نفسي تكون عندي. يعني انا مثلا ما بعرفش العب كوره خالص. لا كان نفسي اكون. والله معقول خالص. ايه ده ما بتعرفش تلعب كوره؟ هكلمكم في الموضوع بس. ماشي. لا مش عارف. الباراشوتنج مثلا كان نفسي اكون بعرف اعمل ده وهتعلم. اخر مسلسل اتفرجت عليه وعجبك؟ ساحره الجنوب. رعب السنين. رعب الحنين. عشان اصدقائي بس الممثلين. ايوه. مين المطربه اللي بتغني اغنيه واكا واكا؟ شاكيرا. سؤال يا ايمن اللي انت عليه يا جماعه. الحلقه اعداد ايمن سليم والاسئله النهارده حلوه ايمن يا سليم بصراحه. وفي اعداد في صرف على الاعداد بصراحه ربنا. طيب ايه رايك نروح نسمع اغنيه من اغاني ده الدنيا شباب ونرجع بقى نقرا كل الفانز كاتبين لك ايه في اس ام اس ونتكلم مع بعض شويه ونلعب تاني برضه. هنلعب تاني وجاهز بقى تغني لايف كمان. خلاص اوكي يلا. انت لسه معانا على الراديو 90 90 وسنه تانية غنى مع مينا ورنا ومعانا
احمد حسن نجم فريق ذا فايف اكس فاكتور. ايوه احمد منورنا. بنوركم والله العظيم. مقضينا صور مولعنا صور اهو. اه والله فوتو سيشن اهو ببلاش ببلاش. طيب احمد يعني تحبي نساله شويه حاجات ولا نعمل ايه؟ نلعب معاه ولا نساله الاول؟ ايه رايك؟ ايه رايك تحب تلعب الاول ولا نسالك شويه اسئله؟ نسال شويه اسئله. يلا خلاص يبقى نلعب. هنلعب دلوقتي بس في ناس طالبه منك حاجات كمان عايز تسمعها. و اغاني في مثلا مسجات جات لي رقم اخره 108. انت كنت روعه في اكس فاكتور يا احمد، تابعتك وشفت برنامجك كمان في عز يعني فقرتك في برنامج عز الشباب واغنيه الباص. وتحبك جدا. دي جنى الوكاد. نوال فانز ذا فايف تيم بتقول احمد منور كتير. ومين تاني بعتك ده على تويتر؟ ملك بتقول لك احمد حسن على الراديو 90 90. اكتر اغنيه بتحبها في هذا الوقت ايه؟ في هذا الوقت. أوه. في هذا الوقت. هوا 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 على الهوا. طب بالنهارده تلات امارات في الشاشه. لهوي رنا انت عسوله قوي. مي وانت مينا سكر خالص. مستنيه احمد حسن على النار. احمد حسن جه رقم اخره 115. هايا بتقول مينا ورنا اسالوا احمد عن المفاجآت اللي محضرينها الفايفرز. حابين يعرفوا. تعرفي تقولي فايفرز 10 مرات؟ فايفرز 10 مرات. فايفرز 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 الله يسامحك يا مينا. حسبي الله. طيب في احمد قولنا على المفاجآت. لا مش في اخر حلقه عشان الاخر. خلينا في الاخر. احمد بليز غني بالغرام. انا وصاحبتي قاعدين بنسمعك ونهى ونور بالغرام. انا بتحبها اغنيتنا. ماشي اكيد بنحبها. ما انا عارف بتحبها انت يعني. هي اكتر ولا يلا شباب دي ستايل ودي ستايل. فالاثنين انا الاثنين بالنسبه لي يعني احنا الحمد لله ما بنعملش حاجه احنا مش مبسوطين عليها. فالاثنين كويسين او الاثنين احنا بنحبهم جدا. ماشي. كل الناس بتحب ذا فايف لكن انا بموت فيهم. فايفر اند براود. بقول لك ايه ما تغير الاسم ده عشان فايفر. هو صعب شويه. فايفر هم اللي اختاروه والله ورا بعض. مشكله كبيره جدا. يا هتقولها فايفر هي هي جايه من فايف. فايف طبعا فايفر. هم بقى سموها فايفر. فهم لما يبقوا كتير حط اس بقى كده فايفرز. الموضوع صعب مش سهل. فاتي حبوبه بتقول لك حماده حبيبي منور الراديو. ميرسي. محمد بيقول بيقول ازيك يا رنا انت ومين. انا بمسي عليكم وعلى نجم اكس فاكتور النجم احمد حسن. انا بحبك قوي يا مايك. ميرسي ربنا يخليك. مايك صح؟ مايك اسم الشهره. الشهره شغل. اسم الشغل. اميره بتقول لك منور يا حماده بليز غني مغرم. بص بقى ناس كتير جدا طالبه منك تغني لهم مغرم برضه في الاخر. ماشي. ما احنا هنعمل ايه في الاول؟ انا اللي احط الخطه وانا اللي اقول يلا. اوكي اوكي اوكي. ديكتاتور ديكتاتور. مينا بليز مش عارف اوصل لكم. كلموني عشان عايز اسلم على احمد حالا. هنكلمك. ده رقم اخر 559 يا برنس. انا رحت شويه على الفيسبوك. فاطمه محمود بتقول لك احمد حسن انا بحبك قوي وكل اعضاء ذا فايف. ذا فايف سعيد وقاسم ومحمد بي ام دي وعادل بحبكم جدا وسلمي عليهم بليز. يوصل. انا منا وليد من الاسماعيليه. يا احمد بحبك قوي يا احلى ميدو وليك فانز كبير قوي في الاسماعيليه ويا ريت انت ذا فايف تيجوا تشوفونا. ان شاء الله والله هنحاول. ولا انتوا اللي تيجوا تشوفوهم؟ هم اللي يجوا يشوفوهم. هم اللي يشوفوكم. طب يلا ننتقل من الأسئلة. من الحاجات المبعوثه ونروح نلعب ولا نغني؟ نتكلم مع راجل شويه بعد اذنك. يلا عندنا موضوع مهم لازم نحكي. احنا عندنا لعبه مهمه جدا لازم نلعبها معاك دلوقتي وهي اوتوبيس كومبليت. اوتوبيس كومبليت بقى يا معلم فاكرها؟ طبعا بس بالاغاني. يلا يعني بالاغاني. انا جامد جدا في الالعاب يعني. ما تفرقش والله. ماشي هنشوف. هنقول لك حرف هتقول اسم مطرب واسم مطربه واغنيه وكليب. طيب جاهز؟ دي صعبه شويه. يلا. عين. عين. مطرب عمرو دياب. مطربه هو عبير صبري. اي حد عبير صبري ما بتغنيش يا ابني. غششك. عزيزه جلال مثلا. عزيزه جلال. ماشي. اغنيه على بالي. على بالي. ماشي. وكليب. كليب على بالي برضه. على بالي ما تصورش كليب. تصور كليب. لا ده اتصورت بس. لا لا اتصورت. طب اقول لك قلبي واحده نفسي وامشي بعيد. دي لازم اعيش يمينة. انا اسف. اوكي طب نقول لك حرف تاني. الف. الف. احمد حسن. اوكي. ماشي. اسم مطربه. عادل. اغنيه اغيب اغيب. ماشي. وكليب. كليب الدنيا شباب. حلو. سلام عليك. حرف بقى صعب شويه. نرجسيه. ايه النرجسيه؟ طب ايه اللي في دماغي دلوقتي؟
ايه نرجع تاني؟ يعني بيقول الحاجات اللي بنقول اللي هي بتاعتنا اللي هي انا هي دي انا شين مطرب. بصي برضو كاتب لنا ايه طيب معلش مش هرد عليك يا ايمن والله. اوكي شادي ايه؟ مش عارف شادي بلاش شادي غير شكلك بطل. شعبان عبد الرحيم مثلا. ماشي مطربه شيرين. اغنيه شفت بعيني. طيب كليب شفت بعيني. لا ما صورتش كليب. شفت بعيني. اضحك عليا بقى اضحك عليا. بعيني هو شانكوتي. ممكن جدا شانكوتي. سلام. ايوه صور الكليب. خد دي. أيوة بقى أيوة صاد صاد بتاعتك بقى. صابر الرباعي. أيوة. اكيد صبري. مغنية صابرين بتغني. صابرين ايه؟ صابرين 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 ممثلة. صابرين صح بتغني. صابرين ممثلة بتغني. يا معلم عندنا اغنية بتاعت انا الفرخة واحنا كتاكيت. يا جماعة اكلكم ايه؟ انا عجزت ولا ايه؟ طب اغنية اغنية صاد. صعبان عليا عمرو دياب. كليب صاد. لا لا انا لا جاي اقول لك هيبه. ماشي صبري قليل. صبري قليل. مبروك يا احمد انت عديت معانا. انا حافظها. انا لا جاي اقول لك. انا لا جاي اقول لك. لا لا. طب احمد برافو عليك انت عديت فيس 2. طب الحمد لله. طيب خلينا نسمع منك مغرم عشان الناس طلبها بكثافه. يلا وبعدين نروح بقى على الاسئله اللي عايزين نعرف عنك. مغرم. يا لا لا ويا لا لا يا ليلي يا عين ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل. مغرم مغرم انا بيك على طول وانا صابر وصبر فوايا دليل. ليل ورا ليل ولا دوت النوم شوق وغرام لا عتاب ولا لوم. داري انا داري حيرتي ومراري وانت ولا داري. يا ليل يا عين ليل ليل يا ليل. مغرم مغرم انا بيك على طول وانا صابر وصابر فوايا دليل. سلام. لا 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 لسه مغرم بقى ونرجع تاني مع نجمنا منورنا احمد حسن نجم اكس فاكتور. اوعى تروحوا قوي. نو رشا رشا برضه فوزيه. احنا لسه معاكم على راديو 90 90 وسنه تانيه كنا مع مينا ورنا ومعانا اللي منورنا احمد حسن. ميرسي احمد حسن. حبايبك كتير. الحمد لله. احب اقول لك معانا اتنين من صحابك حبايبك. مش هنقول لك هم مين. هندخلهم مع بعض كده ايه ونعمل بقى ايه كونفرنس كول وننبسط كلنا مع بعض. ما بلاش إيه؟ صحابي عشان بيفضحوني. خش يا باشا قلبي ما انا قلبي ما يتخش يا باشا بالاثنين على طول. الو يا أيوة. احمد طب نبدا بالليديز فيرست. خلينا نبدا بالبنات. معانا ميري. ازيك يا ميري عامله ايه؟ معانا ملكة جمال مصر ميري منصور. يا ميري منورانا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انت تمام احمد؟ أيوة. تمام. ايه يا ميري ازيك؟ تمام. دي اول مفاجاه. ماري خليكي معانا. معانا مفاجاه تانية داخله في الموضوع بقلبه برضه. خليل جمال مذيع العرب ومذيع راديو 90 90. يا مساء العسل. يمكن في الاول كده مبروك بس ليك انت ورانا الاول يا مينا على البرنامج لان انا ما باركتش حبيبي يا خلو. لا باركت لنا مش على الهوا بس باركت لنا حبيبي خليل. يعني مكسرين الدنيا بجد. وعايزك تسال احمد هو وشه منور ليه؟ وشك منور ليه؟ صحابك جايين يفضحوك يا احمد. لا عشان الصبح كنا الصبح كنا مش هقول لهم فكره مين الكونفرنس كول دي يا خليل. ايوه ميري. ميري بصراحه يا جماعه هي اللي قايله ان احنا عايزين نعمل كونفرنس كول بتوين بتوين مين؟ خليل وماري واحمد. يلا وش النور عشان كلنا كنا صارين مع بعض. صرفنا يا احمد في كل حته. الفايبرز بتوعك الصراحه على السوشيال ميديا يعني بيقولوا لي انا فولو غالبا اكتر منك انا وخليل. مدلعيننا اصلا. وممنوع الشناوي كمان وحبايبنا التانيين. احمد ابراهيم. ما تقول عايز اعرف. انا احمد منور. عايز اجاوب. الصبح كنا مع بعض كنا سهرانين. مطبقين. مطبقين. حلو. وخلصنا وعايزين ناكل بقى. المحلات كلها قافله لقينا هارديز فرحنا اكلنا هناك. اكلتوا هارديز.
بص كده على الفطار على الفطار عشان كده منورين والله يا جماعه انا ما بيهمنيش بقول لك خليل انا حاسس ان هو بيكذب لا لا ده اللي حصل فعلا والله يا مينا احنا كنا فعلا طارقين وقعدت على الراديو طبعا الصبح مطبق وبعد كده فضحت نفسك على الهواء فضحت نفسك دلوقتي حالا لا انا ما عنديش مشكله ليه فضحت نفسي انا ما قلتش اي حاجه عشان لا لازم ما ينفعش لازم تنام بدري تصحى بدري تبقى ايه كده لا لا عادي المهم ايوه ده معنى انه مهما كان سهران بالليل انه بيهتموا شغله يا جماعه ايوه اسم صاحبك ميري خليل انا عايزاكم كده تشردوا لحمد وتقولوا لنا حاجه انتوا تعرفوها عنه واحنا ما نعرفهاش فضيحه عايزين نفضحه على الهواء اتفضل طب انا ممكن اقول ايه ده ايه ده بيحبوك قوي باسكت خالص يا جماعه ما بيعرفش يلعب باسكت خالص وعمال اقول له ايه الهوايه اللي مش عندك وما يعمل يفكر قول لي باسكت يا احمد هقول لك انا حاجه بحوار الباسكت بس خليل يقول قول يا خليل قول يا خليل انا متقدر طبعا مفضحه لانه اصلا واخدها كلها معايا خفيانا مع بعض خفيانا مع بعض بمناسبة الكرة ان انت بتتكلم عن انت بتعرفش تلعبها احمد بيلعب كرة بشعره والله طب يا خليل لا عشان ما تجيله واحدة بقى هوب يروح مديها عشان هو شعري لما بلعب كرة فبينكش كده هو عامة بيبيتكم فل كده ربنا يخليك خليل قولي يا ميري حبيبي قولي يا ميري عايز تقولي ايه هو عامة خليل واحمد عمرهم ما هيتفقوا في حتة الكورة لانه كل واحد بيشجع فريق مختلف عن التاني ده كلنا كده على فكرة كل اصحاب كده انت اهلاوي ولا زملكاوي يا احمد انا اهلاوي طبعا جدا وخليل انت زملكاوي خليل ها زملكاوي طبعا اقفل بقى بسرعة باي باي خليل باي باي خليل عسل ميرسي يا خليل وميرسي يا ميري على المكالمة الحلوة دي نورتونا بمناسبة كرة السلة ميري كان عندها ماتش نهائي في اسكندرية هي بتلعب كرة سلة فكنا رايحين الفاينل انا وممدوح فاول ما دخلنا انا وممدوح الفريق التاني كله راح بص علينا جابت جول وبقوا عايزين يتصوروا معانا عايزين يخلصوا الماتش بسرعه عشان يتصوروا معانا هو فريقها هي كسب مصلحه دي طب يا عم ده حلو قوي ده نفضح بقى طب ايه رايك يا احمد نروح نسمع دفايف الغرام ونرجع تاني يلا بينا الغرام مراجعين معاكم تاني في سنه ثانيه غنى مع مينا ورانا وضيفنا اللي منورنا احمد حسن نجم اكس فاكتور ودفايف حلو مبسوط الطبلة دي عجباني جدا عمرو مصطفى ده التتر بتاعنا والله حلو ما شاء الله عليك رجعنا معاكم تاني في سنة تانية غنى واخر لينك للاسف يا احمد حلقتنا بتخلص بسرعه جدا على لسه قدامنا شويه وهنقعد نلعب نتكلم مع بعض شويه لا كفايه لعبه بقى يعني انت طب احمد الناس عايز تعرف ايه جديدك بس بحقيقة. كل حاجه بقى يعني انت شغال في ايه وهتبتدي امتى عشان الناس عايز تعرف كل حاجه طيب حاليا دلوقتي ان شاء الله في سفر في خلال اسبوعين سالوني هتسافر فين كمان ما هنسافر فين دي مش سويس مش هنقدر نقولها مش هنقدر نقولها الا لما كل حاجه تطلع هي عموما مش هتكون دول عربيه اوكي بس ان شاء الله احنا مسافرين عشان نعمل البوم ومجرد بس ما الفيز تخلص ان شاء الله هنطلع نقول بس اقول لكم يعني هتلاقوني بكلمكم في التليفون كده اقول لكم احنا نكلمك ماشي او ممكن مع غدير مع حسان غدير. مع غدير في راديو سكوب يلا احمد انتوا يعني اخترتوا انتوا دلوقتي البوم اخترتوا الحاجات ولا لسه هو غالبا يعني هيكون فيهم اغاني بتاعتنا يعني تقريبا اغنيتين او ثلاثه هيكونوا كلماتنا والحاننا احنا حلو قوي هتغنوا برضو كلكم مع بعض ولا ممكن كل حد فيكم يغني حاجه لوحده غالبا لا احنا يعني احنا ذا فايف فكل الالبوم ذا فايف فكلنا هنغني في كل الاغاني ممكن في اغاني مثلا حد يقل على حد لان ده طبيعي عشان وتخدموا على بعض يعني بحس زي واما زمان كده احنا الحمد لله يعني معروفين او اتعرفنا بسبب الهارموني او الكيمستري اللي بيننا بس فاحنا هنفضل مستمرين على ده حلو كنت عايز اقول لك حاجه اسالك سؤال تاني هتغنوا بلهجات بعض يعني هل مثلا ممكن تشوف حد من بلد تانية معاك في ذا فايف يغني بالمصري وانت تغني مثلا بمغربي او جزائري احنا عملنا كده في اكس فاكتور يعني ساعه اكس فاكتور انا غنيت مغربي وغنيت تونسي وغنيت لبناني حلو كاظم غنى مغربي وغنى جزائري وغنى تونسي محمد وعادل وسعيد غنوا لبناني وغنوا مصري فالموضوع لكن ان شاء الله في الالبوم اللي جاي هيكون في حاجه مش متحدد كام اغنيه بالظبط بس هيكون ان كل واحد هيغني بلهجته ان الاغنيه هتكون كذا لهجه انتوا يعني هيكون فيها مصري انا مصري ومحمد وسعيد جزائريين ايوه وعادل مغربي وكاظم لبناني طب مين اقرب لك في
سوري خضتين مين اقرب لك؟ مين اقرب لك يعني؟ الحاج صاحب البيت متفق معايا يعني. اقرب حد ليا هو عادل، لان انا وعادل اصلا صحاب من قبل ذا فايف. اوكي يعني انا وهو صحاب من اول يوم في الاوديشن خالص في الاوتيل. ايام الاوتيل احكي لنا ايام الاوتيل. يا انت اكيد بتبقى يعني انتوا اكيد جبتك. عارفين الايام دي وبتبقى عامله حلو قوي. بس احنا بنتكلم عن موضوع مختلف تماما. انتوا الموضوع كان مختلف ان هم في الجيش. احنا معسكر حضرتك معسكر عرفت الكلام ده. لكن احنا كنا قاعدين في اوتيل في اوضه واحده كلكم. هو صاحبك كله هو الناس كلها كانت في اللوبي يعني. هو الاوتيل لينا احنا بس في حته كده مهجوره في لبنان جنب الاكاديمي القديمه فادمة. في ادمى. لا استنى اقول لي بقى كده ان انتوا كنتوا في خلاص مش لازم دلوقتي. اوكي بعد الهوا عشان انا كنت قاعده في الاوتيل ده اللي هو خلاص بقى از في الاخر. ايوه هو از هو از بس فالاوتيل كان كتير والاوتيل اصلا صغير واحنا كنا كتير قصدي. فانت فاهم بقى بتروح اول يوم كنت انا اخر متسابق اصلا رايح البرنامج مليان بقى اللوبي. انت بتخش كله بقى ايه مين ده لو كله عمال يبص ده جاي متاخر بيأمل. ليه ده جاي يعمل ايه متاخر ليه ده شكله منين ده عارفه انت من جوه بيبقى الواحد كده خايف وبتاع. بقول لك يا احمد بتحب الشعبي احيانا بس بتسمع مهرجانات؟ لا ما بترقص على مهرجانات في حتت وحاجات احيانا ساعات فاهم مع الصحاب بقى وبتاع. ومين فينا ما بيرقصها؟ طب بس انا مش حافظ. بتحب مين شعبي؟ لا مش هتلاش مش عايزك تقلق خالص. مين شعبي بحب؟ عبد الباسط حموده حلو. في اللي هو بتاع احمد شيبه. احمد شيبه. طيب هتغني لنا ايه شعبي لو قلت تغنيش احمد فيسا وبيه جديد الجديد هتغني ايه شعبي؟ حته شعبي كده بس حته ايه حته صغننه حته صغننه يا عيني يا ليلي حاجه كده ممكن نقول انا مش عارفني انا توت مني انا مش انا لا دي ملامح ولا شكلي شكلي ولا ده انا ابص روحي فجاه لقيتني كبرت فجاه كبر تعبت من المفاجاه ترى ونزلت دمعتي احنا اسفين يا جماعه احنا عملنا في احمد كده انا بس احنا كنا لازم نطلع منه كل ما هو جديد. احمد كلمني بقى عن المعاكسات والبنانات الحلوين. لا انا عايز اتكلم في البرنامج يا معلم. تسالك ايه اللي حصل في موضوع اليسا ودنيا سمير غانم؟ بص انا اول ما طلعت على الستيج طالع انا قلت ايه انا هخش اهزر عشان اخد يعني اللي هو الشوك بتاعي اللي انا ما اخافش وبتاع. حلو. فطلعت بضحك وبجري على المسرح وبتاع. اليسا قالت حاجه انا مش سامعها لان المايك اللي هو اللي بيبقى متركب ده احنا مش سامعينها لما هي بتتكلم في المايك العادي. احنا بس بنسمع بيتفرجوا. فاول ما دخلت لما شفت بقى راحت قايله شو طيب هسابي اوكي قالت كده بالظبط. فسالوني انت منين ودنيا هي طله برضه سعادتك ليك هيبه برضه دنيا راحت قالت لي قالوا لي انت بتحب البنات قلت لهم لا هم اللي بيحبوني سلام على الصبح. فراغب راح قال لي انا باكد لك هالشيء. اليسا قول له ليش قول له ليش قال لي اليسا طالعة عقله فيك قلت له اوكي موضوع كبير بس انت خدت ثقه بعد كده بقى لما غنيت بعد كده راحت قالت لي بغض النظر عن شكلك انك كتير امور وهيك الله على صوتك واحساسك وليهم حق البنات يحبوك. خلاص كده معلم خدت الابروف سي خلاص بقى دي اليسا كده انت اليسا عسل. اوكي هتختم بيه قول لنا حته صغيره تختم بيها حته صغيره بص ايه بص اهي ماشي من يوم ما جينا واقفه لينا طلع نزل الدنيا بينا بس خلاص. احمد نورتنا النهارده وكنا مبسوطين معاك جدا وكانت حلقه خفيفه لطيفه وان شاء الله يا رب تكون انت اتبسطت كمان ويا رب نكون عايزين نعتذر لكل الناس ما قدرناش نقرا مسجاتهم علشان وقت الحلقه. استنونا بكره في نفس الميعاد مع نجمتنا اللي هتنورنا بكره كارمن سليمان نجمة قرب ايدل الموسم الاول وحبيبتنا البنوته الكتكوته الاموره كارمن سليمان بكره ان شاء الله من 6 ل 8 وسنه ثانيه غنى مع مين ورنا. السلام عليكم.